أبو إبراهيم يقول في الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ الآية لها سبب نزول، نعم. لما أمر الله بالسعي بين الصفا والمروة، وكان على الصفا والمروة صنمان في الجاهلية، فتحرجوا من الطواف بهما، وبعدما كان عليهما هذان الصنمان إساف ونائلة، فالله جل وعلا بين لهم أن هذا السعي عبادة لله عز وجل، ولا يضره أن كان فيه على الصفا والمروة صنمان قد أزالهما الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حطمهما وتفرغ الصفا والمروة من الأصنام، وعاد كما خلقه الله منزها عن الأصنام مشعرا من مشاعر الله، فأزال الله هذا الحرج الذي وجدوه من السعي بين الصفا والمروة وكان عليهما صنمان، فالله أزال، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن المحذور قد زال والحمد لله. نعم.